السلام عليكم يا شباب. النهاردة أنا معايا 23,600 جوهرة، ونزل سكين الولد وسكين البنت الجداد في اللاكي رويال. هنحاول نسحب عليهم لحد ما نجيبهم. طبعا الموجود في اللاكي رويال اللبس الولد ولبس البنت وماجيك كيوب، دول اللي عايز اجيبهم، التلاتة دول. ممكن برضو لبس الفستان بتاع الولد ده جميل برضو، شكله بيضحك على الولد. نجرب كده نسحب. مفيش حاجة، مفيش حاجة برضه. نجرب تاني. طلع لبس الولد جميل، كمان لبس ولد، لبسين ولد، لبسين ولد في سحبة واحدة، حلو أوي. طبعا ناقص لبس البنت، لسه نحاول نسحب لبس البنت. لبس ولد تاني، خلاص كفاية لبس ولد، كفاية مش عايز لبس ولد تاني. ما فيش حاجة. لبس بنت بقى، بنت لبس او بنت. ماجيك كيوب؟ مفيش. كام مرة بنت او ماجيك كيوب؟ عظيم عظيم، لبس البنت كده. جبت الاسكنتين بكام جوهرة؟ بتاع 5,000 يعني، حلو قوي. نسحب سحب على الايه كده، مع اني مش هلعب بيه، بس يبقى اديني حاولت. ما طلعش، مش هسحب عليه تاني، ما مش هلعب بيه اصلا. انا بفضل الايكيد دراجون عنه. نشوف كده ممكن نصرف الجوهرة على ايه تاني. غالبا بقى نصرف على سكنات اسلحة، الحاجات اللي ناقصاني. نشوف كده السكنات. طبعا الام بي 40 عندي مش راضي يطلع لي، حظه يعني معايا فظيع، معايا 200 وحاجة يوم تقريبا. كام يوم؟ 222 يوم. انا في واحد صاحبي جاله الام بي 40 فوق 400 يوم، فاول ما شفته عنده قلت خلاص انا مش هاجيلي الام بي 40 لحد ما يعدوا 400 يوم، وانا حاسس كده برضو انه مش هيجيلي، مش عارف ليه. فنجرب نسحب عليه كده شوية ونشوف. مش حاجة غريبة، نسحب عليه تاني. طب خلاص اخر واحدة بقى. حاسس انه هيجي. طب خلاص دي اخر واحد، دي اخر واحد. نشوف كده. طب خلاص مش عارف، ايدي بضغط لوحدي، عمال اقول اخر واحدة وبضغط تاني. لا تمام. نطلع بقى على سلاح تاني. الشوتجن ده جميل برضو، فكر اسحب عليه. اسحب على ده الاول. ده انا عايز الشوتجن اللي فيه كنيزة فاير. وجاليه الاي كي، كويس كويس اوي كده. الباقي كله هيطلع لي الشوتجن وانا بسحب كده، مش هلعب بيه خالص، بس يعني عشان يطلع لي على الشوتجن الباقي. فين الشوتجن؟ طبعا ده الواحدة ب 500، ارخص شوية من التاني، المفروض نسبتها احسن يعني. ده الشوتجن فيه 2 ريت اوف فاير، يعني جميل، بيضرب بسرعة، بيضرب بسرعة جدا. في حاجة في النص، طلع حلو، حلو قوي. طبعا ادام طلعت كل الاسلحه الباقي كله بيطلع سكان. الشوتجن بقى، ولا اسحب كمان على ام بي 40، او اسحب على الشوتجن كده ب 900. نشوف حظنا، هي سحبه واحده مش هسحب اكتر، انا عادي معايا الشوتجن كتير يعني. اوكي يا والله انا مش كنت متوقع خالص انه هيجي، ما كنتش متوقع خالص، بس كويس، كويس جدا. الشوتجن ده جميل، فيه 8 طلقات وبيزود دمج، جميل جدا. نشوفه كده، جميل جميل اوي الشوتجن. وده الشوتجن 2 ريت اوف فاير. نشوف الام بي 40 بقى معانا كام يوم، يعني اتوقع فوق 300 يوم اكيد يعني. كام يوم؟ فين؟ 334. انا قلت انا حاسس انه هيوصل 400 يوم من غير ما يجيلي، انا مش عارف ليه، هو احساسي كده، عشان شوف مع صاحبي في فوق 400 يوم. نجرب نسحب عليه كمان واحده، بس هي واحده اللي هسحبها.
لا لا عندي احساس يطلع، عندي احساس يطلع كمان واحد. كفاية، لا لا خلاص مش حساب تاني، خلاص كفاية. نشوفه كده كام يوم، جاب 400 يوم ولا لسه؟ اعتقد جاب، ندور كده. 384، حرام. بس عادي، ده سنة، سنة كاملة يعني. انت معاك ام بي 40 اكتر من سنة، خلال السنة دي شوف هيكون نزل كام سلاح، كام ام بي 40 يعني. عادي، كأنه معايا دايم يعني، انا مش زعلان من حاجة. كويس جدا. انا كنت بفكر اشتري بادجات. انا معايا كام بادج؟ 247، ومش مخلص المهمات، مهمات كتير لسه مخلصتهاش. اشتري 100 عشان اظهر على اللوحة، ولا 99 عشان يبقى معايا 5000 بالظبط. 99 ماشي كده بقى، انا هضمن ان هظهر على اللوحة مش على طول، بس عدد كويس من المرات. حلو، ده السكين الجديد، بحبه، شكله جميل قوي على اللبس، اللبس دوت، والماسك اول الباص جميل جدا. ونشوف برضو لبس البنت اللي كسبناه، طبعا اي حاجة فيها ماسك اول فار، بس شكلها جميل بحبها قوي. فين اللبس؟ طبعا انا بدوخ عشان الاقي اللبس، انا نسيت شكله، انا نسيت شكله اصلا. ايوه تمام، هو ده. وكالعادة لازم التاتش بتاعي، احط ماسك اول فرد سواء في الواد سواء في البنت، كده شكله عظمة، شكله جميل. طبعا نرجع للبس الولد بتاعنا الجميل، شكله عظيم، بينور كده. وطبعا نزل دلوقتي الايفنت الجديد دوت، اللي هو اللبس بتاع المكعبات، تحس انه مبني اصلا بالمكعبات. المفروض في الايفنت دوت مكتوب انك تجمع 5 مكعبات وتكسب اللبس والجوائز اللي على الجنب، فاحنا بنسحب كده ونشوف. طبعا اول سحبة كانت مجانية، مكعبين كده، احنا معانا مكعبين، محتاجين كمان 3. ما فيش مكعبات، طبعا انا مش عايز اي حاجة من الاسلحة دي خالص، انا عايز بس المكعبات كده. 3 مكعبات صح؟ 3 اهو كده، 4 مكعبات، ناقصني مكعب واحد بس. حلو قوي، 600 جوهرة وجالي 4 مكعبات، كويس جدا. نشوف بقى المكعب الاخير، يلا يا مكعب. طبعا الحاجات بتاعت الايكي والحاجات دي كلها هتجيلي سكان لانها معايا، والشخصيات دي ما بلعبش بيها فمش محتاجها. ايه المكعب الاخير ماله؟ الاربعة جون سهل قوي، ليه الاخير بيجي صعب؟ نجرب تاني. في حاجة مش مظبوطة، اللي يكون جالي وانا مش واخد بالي. هو مش عارف، نفتح بس الحاجات دي كده ونشوف. طبعا الحاجات دي كلها ملهاش لازمة يعني، الاي كده ملوش لازمة اصلا، الشخصية دي عمري ما هلعب بيها. ومعايا الام بي 40 اللي احسن من ده مش هلعب بيه، والايكي معايا جيلي سكان كيلي ماكس اصلا، معايا دايم سكان، ولا هلعب بيه طول حياتي.
خدته قبل كده، اللعبة بايظة. نكمل سحب. طبعا دول الجوايز اللي كسبتها. اللي على الجنب معايا ده اللبس اللي انا عايزه، اللي هو اللي بخمس مكعبات. هحتاج مكعب واحد كمان عشان اكسبه. يلا نشوف الحظ. جالي الشنطة. حلوة الشنطة، جميلة، مش مخدتش بالي جاتلي قبل كده. لا سكنت أسلحة، شخصيات ملهمش لازمة. نضغط لفة. حياته عمال اضغط على الخمس مكعبات، لأكون جات لي ومش ظاهرة، لأكون جات لي وانا مش واخد بالي. مكعب، عايزين مكعب. هيظهر امتى؟ الجوهرة قربت تخلص. من 23,500 ل 2,500. يا مكعب انت فين؟ مش عارف. زي ما يكون جالي وانا مش واخد بالي. انا مش عارف، ومش راضي يطلع تاني. انا عمال اضغط على الجايزه اللي على الجنب، مش راضي تتاخد، يبقى اكيد ما جاش. اجرب تاني. انا مستغرب يعني، انا جاهر كده كتر 3,000 وما جاش. انا مستغرب، مش عارف. نشوفه لو يكون اتبعت ولا حاجة. مش موجود. وبعدين اصلا هو بيكون موجود في الباندل مش كريتس. انا ببص ليكونوا فتح عندي فجأة ولا حاجة. انا مش عارف، انا كده هكمل سحب لحد ما يقفوا على 100 جوهرة، على 1,000 جوهرة مثلا، سواء جالي او ما جاليش. انا مش عارف حظي وحش ولا ايه. اكمل كده لحد ما اقف على 1,000 جوهرة مثلا. ما جاش كمان. اخيرا جيت ناخد الجايزة. ياه، بس مش وحش يعني. انا عامل كده 3,100 جوهرة بس، مش كتير. اللبس يعني كان ممكن ياخد اكتر من كده بكتير مع ناس تانية. لا كويس كويس، انا كنت بحس نفسي حظي وحش. هيجي الباندل. نفتح السنة كده بسرعة، بس مع ان ملهمش لازمة السنة دي كلها اصلا. هو اللبس شكله بيجي لبس كامل وماسك لوحده. طب انا اذا لبس الماسك بس على اللبس. سكان بسرعة. لا ماسك اوفر بس طبعا، من غير كلام. لبس كامل طبعا. انا نفسي البس ماسك اول فار باس عليه، بس ما ينفعش. ده لبس كامل.
ما ينفعش ما ينفعش. يعني بس شكل اللبس كويس، شكل اللبس عامل زي الليجو كده، مكعبات بتاعت الأطفال. وبكده يا شباب نكون وصلنا لآخر الفيديو. ما تنسوش تضغطوا على اللايك واشتراك للقناة للي مش مشترك. للي مش مشترك، اللي مش مشترك يعمل اشتراك. واشوفكم في الفيديو الجاي. يلا سلام.